مرقت الثورات العربية متغيرات سياسية كتيرة وفشلت بمحل من المحلات، بس يلي ما انتبهنا له هو الأدوات يلي استخدمها الشباب لينقل صوته للعالم. مثلاً بسوريا البدايات كانت بنشر فيديوهات low quality، يعني ضعيفة الجودة، بسبب الهواتف المحمولة، وبعد كم سنة من الثورة صارت الصورة أوضح لأنه دخلت تقنيات الهواتف الذكية وصار في خدمات أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وصاروا الناشطين يشكلوا مصادر إعلامية أقوى من وكالات الأخبار، بالإضافة لصور ما راحت من بالنا مثل يافطات كفرنبل الإبداعية أو رديات الأشوش والرجال يلي قال على الهوى أنا إنسان ماني حيوان. بمصر الوضع مختلف، أكيد في شي بيجمعها مع تحركات تانية بموضوع الصورة، بس الشباب المصري راح أكتر على الموسيقى والجرافيتي والمحتوى الساخر السياسي من برامج وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً بعض الصور يلي كانت أيقونة، يعني مثل صورة الأحصنة وجمال بميدان التحرير وصورة شارع محمد محمود وصورة الشاب يلي وقف قدام ملالة عسكرية للجيش. بتونس الوضع دقيق أكتر، الناشطين ما كان عندهم رفاهية الأدوات يلي انوجدت بمصر أو بسوريا، بس حادثة محمد بوعزيزي يلي حرق نفسه شكلت خضة ما ممكن ينساها حدا، وبكتير بلدان تأثر فيها ناشطين، بالإضافة للمصطلح الشهير لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة. الحراك بلبنان كان على مراحل وما إله وقت بيحصره. بالتاريخ القريب فينا نمشي من 2005 وإخراج السوري من البلد لمظاهرات 2011 ضد النظام الطائفي يلي اعترض خلاف سياسي حول سلاح حزب الله، وصولا للحراك الشعبي بال2015 يلي فينا نقول إنه أنضج من أي تحرك سابق على صعيد اللغة ويلي قدر يكشف هوية السلطة، يعني مثلنا مثل مصر بالقنابل المسيلة للدموع ولسجن المتظاهرين، ومثلنا مثل سوريا بشيطنة الحراك واتهام الناشطين بأنهم عملاء أو مع داعش مثل ما عنونت إحدى الجرائد اللبنانية. أخيراً التحركات العفوية ضد القمع بوسط بيروت اعتراضاً على الاعتقالات والتحقيقات يلي تعرض لها الناشطين والمستخدمين على فيسبوك وتويتر. يلي بدي أقوله أنه لبنان استنسخ كل شيء صار بثورات وتحركات دول مجاورة، بس مش من جهة الناشطين لبل من جهة الحكام، صاروا مثلهم قمعيين وشلحونا عنوان كبير كان يتميز في بلدنا هو الديمقراطية، يلي كانوا معنا ضد التدخل السوري اليوم هن رجعوا السوري على البلد، يلي كان دافع عن الحرية صار اليوم عم يقمعنا وشريك أساسي بكتم صوت كل مواطن.